لا دنيا ما 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 عندي تا دين ما كنآمنش. جاتني ضحكه حيت هذا السؤال كيجيني في 2016. دابا انا الدوله كتقول لك انا معروفه بلا انا مسلمه. منين كنت انا سميتي كارولين دابا قبلتك غادي تقولي لي واش كنفطر رمضان؟ لا انا بغيت شي واحد يجي يقول لي شنو فطرت على شي حد. عائلتي كلشي مسلم وكلشي كيصوم. ما تقوليش ما كنصومش، انا ماشي مسلمه دونك بيان سور ما غنصومش. وحنا في مجتمع منافق الا كان دافعنا على الحريه الجنسيه، الا هضرنا على الحريه الجنسيه عارفين بلا في المغرب بزاف ديال الناس عندهم علاقه جنسيه بلا ما يكونوا مزوجين. الحق في الاجهاض هو حق من حقوق الانسان، وطبيعي باش شي ولد يعتبر راسو بنت وبنت تعتبر راسو ولد. بلو اش كنسميهم حرام وحشومه وكنقولها وماشي بوحدي، كاينين بزاف في المغرب، كاين بزاف ديال المغاربه والمغاربات ما كيامنوش. هذا ماشي مثلي، كنت قلت لي نقولها انا الاولى في المغرب قبليهم بلا راه كثروا يا ربي كثروا راه كانوا. مبروك رمضان.